بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعاود الآية حتى تظهر لكم بالضبط تباشير هلاك أهل العدوان الخصال. كونوا صاين، كونوا كنسيين، يكونوا كرب ملعونين نفس المصر. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا دريشاس في الحياة الدنيا. هذا ما نكونش من الشيرين فاست اللي سينا فاست دو لو دو لا سي بور لي فري مسلمون اي اونيكمون بور او سي اكسكلوزيف. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. العذاب ماهوش عذاب وبس، قالك اليم مش يذيك، مش يدر عليك خلاك، مش يتكرر الى الابد. قل ربك يخف علينا يوما من العذاب، لا تحبيب ولا بابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، فيستمر العذاب ويستمر الشدائد تستمر، والندم الذي لا يفيد يدم صاحبهم، والأنات والجلود محروقة، والجلود كلها قيح ودم وهلم جر، وضحكوا هنا بدموع، وهو غادي يبكي بدموع مختلطة بالدم. نسأل الله السلامة ومن كل ويبعدنا من كل ذنب، عن كل ذنب، والسلام على أهل الإسلام.